شوف بداية أنا البنية يعني التقيت بها في هذا مكان، كانت هي جاية ويا صديقتها، وبالمناسبة صديقتها صديقتي القريبة كانت، تمام. تمام. ومن أول ما بوعت عليها كرهتها. اها إي والله قلت وين أكو هيك بنية يعني حنطاوية ودمها ثقيل بعد وغثيثة كل وهاي. كراهية محبة أكيد. بعدها التقينا بس مو بنفس المكان، يعني هم كانت عن طريق الصدفة، يعني لا متحضر لهاي الأمور ولا هاي، لأن أنا شفت البنية أصلاً ما طايقة. تمام. كذلك لا صار سلام بيناتنا لهاي. فسألت صديقتها قلت لها شنو الموضوع هاي، ليش هيك كلش يعني بلغتنا غثيثة هاي الأمنية؟ قالت لا خطية مريضة وهاي. أثناء ما قالت لي مريضة مسلم إنه أنا هنا إيش الدور، يمكن إذا أقول لك بيه ما راح تصدقه والمتابعين. نعم. فمن شلت عيني وصارت عيني بعينها بدأت وهذا القصة. الوقت هي دخلت القلب. فرجعت راسلت صديقتها قلت لها هي من شنو تعاني؟ قالت كذا وكذا. أول نقدر نعرف من شنو؟ كان عندها آلام من معدتها وتسمم. أها تمام. أول مرة بحياتي هيك بنية تجذبني، للعلم أنا كنت بجو صداقات بنات كلش هواي عندي. صح. فلا إراديا طبعاً كنت أنا وأخوي واثق بالسيارة. أجمل تحية. كنت صافن طبعاً. مو تحية واحدة، تحيات لي. ألف تحية وألف بوسة. لأن هذا صاحب فضل. نعم. كلش كبير واثق السام الرائي. نعم. فكنت بالسيارة وصافن قلت لا أطبق على الصيدلية. بس هذا الشيء مسلم لا إراديا. نعم. خذت لها علاج ورحت وديتها لصديقتها وصديقتها وصلتها له. رجعت ثاني يوم دخلت لها على نستة، خذت لها نستة مالتها. قلت لها الحمد لله على السلامة، شلون صرت يومين ما رد علي؟ اوف. اي والله. علم انا ما ادخل البشر مسلم. نعم. بعدها كتبت لها الله يسلمك. هاي الردود الناشفة شايف. اكيد. كل بداية. اي بس كنت انا مو انه واقع احبها وهاي. نعم. اعتبرتها فترة اعجاب. بقيت. نعم. فبقينا نسولف شلونش تمام شكو ماكو ماكو شيء. بعدك تعانين؟ لا الحمد لله، وانا لازم انطيك فلوس هذا العلاج. شكرا لك، قلت لها انا ما محتاج هاي الفلوس وهاي مساعده لك وهاي الامور، لان انا اضوج اشوف هيك بشر يعاني من شيء وهاي. وابتعدنا، يعني ابتعدنا شو اقول لك، الوقت اللي ابتعدنا به من العصر لليل رجعت دخلت لها. اوف. اي والله. بعد وقعت ظلينا نتواصل. إيه. بالمناسبة البنية كلش من أهل الله يعني كلش فقيرة. شو تقول لها؟ الله يحفظها لك يا رب. فدوة قلبك الله يسلمك. بقينا نتواصل. فبعدها بفترة قلت لها أنت يعني شلون وضعك بالبيت هاي؟ قالت أنا بغرفتي وهاي. تهتي بغرفتك يعني واحدة كنتي بغرفتك؟ قالت ليش مخليتنا احنا رسائل وهاي؟ ما قبلت، رفضت بالبداية. بعدين قلت لها بدك بشغلة لازم نحكي صوت. تواصلنا صوت و بدت بعد مسيرتنا هنا أنا والحمد لله. وتقدمت خطابتها من بعد تقريبا اكثر من سنه. كم مره رفضوك؟ 4 مرات وبالخامسه يلا قبلها. اوف. ايوه. ليه شو نسوي؟ سبب اول البدايه رحت وقعدت. انا قلت لها اول ما يعني شفت نفسي انه وقعت وهاي. بالمناسبه مسلم انا جوز تعرفني. نعم. ما احب اضحك على بشر، صديق حبيب قريب بعيد. نعم. اللي بداخلي اوصله مثل ما هو طبعا. فقلت لها انا اريد اتقدم لك من هاي الامور. رفضت بالبدايه. قالت انت بعدك ما فاهمني، ما عرفت شيء عنك. قلت لها انا فهمتك وعرفت شيء عنك وكل شيء عرفت عنك. جميل. لان مسلم احنا اليوم واحدنا ذا يحكي لو بشر 10 ايام بالنسبه لك أكيد. كافي. اكيد يعني تعرف. أكيد. عليها. سالت عليها البنيه، بالمناسبه هي متخرجه. نعم. ومكمله، تعبانه على نفسها واهلها كلش تعبانين عليها. قدمت، كان الرد الله كريم. وتقدمت من بعدها وكان الرد ان شاء الله. وقدم الثالث مرة، رابع مرة، الحد خامس مرة قررت أروح وحدي. حلو. بيومها إحنا بالمناسبة يعني نتواصل من الصبح لليل. حلو. فبيومها ما ردت أتواصل لها، لأن أنا مسويها لها مفاجأة. حلو. بالفيديو هو اللي وصل. نعم أكيد راح نتحدث عن هذا الموضوع. كمل لي الموضوع الخامسة. أي من وصلت لأبوها طبعا بالمناسبة هم أنا واثق اللي هو مرافقني بهاي المسيرة. تمام. كلها واثق صديق من الطفولة. تمام. زين رحت له قلت له شنو النقص اللي بيه؟ قال لي على مود اكمله. قال ما بيك كل نقص. من بعد حوار كلش طويل قلت له انا راح اخيرك خيار. قال قلت له راح اخلي لك ورقه بيضة وقلم، اكتب اللي تريده وانا انفذ. اوف. اي والله. قال انت هيك رايتها؟ قلت له اكثر. هم قال لي ان شاء الله. فبوعت عليه واحنا قمنا يعني من قال ان شاء الله. قلت له بس يكون بعلمك. قال لي قلت له اجي مره ومرتين وعشر مرات والف مره اجي. هو كان بمحله. قلت له مستعد افرش وانام هنا بباب المحل حد ما اخذه.
الله. قال روح وان شاء الله خير خلي اهلك يجوا. الله. اي والله هذا كان. انا قلت برد جسمي حقيقه. هذا كان احلى يوم بحياتي.